السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء الذي نريد أن نخصصه الليلة لموضوع اجتماعي يطرح نفسه بقوة في هذه الأيام ونحن في العطلة الصيفية. موضوع العلاقات بين الأسر والزيارات العائلية بين الأحبة. فدوما في هذا الفصل، فصل الصيف، هو يوم عطلة، والناس يحبون أن يسافروا ويحبون أن يلتقوا مع أحبتهم وأقاربهم. وهنا تأتي قضية الزيارات العائلية. الناس يحبون أن يزوروا أحبابهم وأقاربهم ويحبون أن يلتقوا فيما بينهم، وخصوصا أن بعض الناس يحبون الذهاب إلى بعض المدن التي هي شاطئية والتي فيها ظروف الراحة والاستجمام. فهنا يضطر بعض الناس إلى الزيارات العائلية. ربما أن الكراء الشقق أو المنازل قد يكون باهظا، وأيضا النزول في الفنادق ربما لا يستطيعه كل الناس. فهنا تأتي فكرة أننا نزور العائلة ونحل ضيوفا عند أحد الأقارب، وبالتالي نقول أن الله عز وجل أمرنا بصلة الرحم وأمرنا بكرم الضيافة، وأن هذه قيم اجتماعية هي راسخة في مجتمعنا المغربي. لكن الملاحظ، أيها الأحبة الكرام، أن هذه المسألة لا تخلو من مشاكل كثيرة ويبدو لها انعكاسات على العلاقات الاجتماعية، وقد يؤثر على الميزانية العامة للأسرة المستقبلة. فالناس لم يعودوا كما كانوا أيام زمان. إذا رجعنا إلى المغرب في بلادنا هذه 20-30 سنة، غادي نلقوا بأن هناك وقعت متغيرات كثيرة وكثيرة جدا. الناس أيام زمان كان عندهم واحد القابلية لاستقبال العائلات والأحباب، وكان يعني لو قارناه، هل هناك المشكل المادي أو المشكل المجالي؟ بعض المحللين يقولوا السبب هو المشكل المجالي. السكن أيام زمان كان السكن كبير وكان واسع، اليوم السكن اقتصادي اجتماعي متواضع، وهذا كلام حقيقة غير صادق. بالعكس، كانوا الناس أيام زمان في بعض القرى أو في بعض المدن العتيقة عندهم سكن ضيق، ولكن كانت القلوب كانت متسعة، كانت القلب متسع، كان الخاطر واسعة، كانت النفس فيها الأريحية، تحب الآخرين، كانت المودة والرحمة. فالمشكل السكني الآن، المجال السكني، هو ليس بالحقيقة مشكل حقيقي، رغم السكن اللي هو اقتصادي واجتماعي. ثم كذلك كنلقاو مسألة ثانية، وهي البعض يقول بأن الزوار اللي هم معاصرين ماشي بحال الزوار اللي كانوا أيام زمان. أيام زمان كانوا الناس كيقنعوا باش ما قسم الله تعالى، كان كيجي عندك الضيف كتوضع ليه الطعام والشراب وكتهلا فيه دون أن تكلف نفسك ما لا تطيق، ودون أن يطلب هو أو يطالب بأشهى الأطباق وألذ الأطعمة. لكن اليوم انعكست هذه القضية، كنلقوا بأن الضيف إلى جاء يعني كيشترط أنك تهيئ له أطباقا شهية وأطعمة لذيذة إذا حل ضيفا. ولكن المستقبل كيخمم، لأن الغلاء ديال الأسعار وارتفاع المتطلبات ديال الحياة كيجعل الإنسان يضرب أخماس في أسداس وكيخمم في الوضعية الحالية. المشكل الأكبر اللي كيوقع في الزيارات العائلية والعلاقات الأسرية
وهي أن بعض الناس كيحاولوا يجتمعوا في بيت العائلة الكبير، بيت العائلة الكبير كيبغي يمشيوا عند الجد والجدة، هادو ما كيتقلقوش منهم. يعني لما جيتي عند العائلة ولد عمك ولد خالك، ربما مراته ما تبغيش، راجلها ما يبغيش، ولكن البيت الكبير ديال العائلة ديال الجد والجدة هذا الزاوية، هذا كيبغي كل شيء، كيجتمعوا فيه الإخوة والأخوات، كيجتمعوا فيه الأعمام والأخوال، كيجتمعوا فيه الحفدة والحفيدات، بيت العائلة كيجتمعوا كل شيء فيه الناس، خصوصا اللي هما كانوا في مدينة بعيدة وجاء فصل الصيف وبغوا يقع الاستجمام والتجمع العائلي، والناس اللي هما خارج أرض الوطن في بلاد المهجر حتى هما كيبغوا يتجمعوا. هادشي كنا عايشوه، وكانوا الناس فرحانين، وكان كان 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 البيت في الحقيقة هو يعتبر زاوية، اللي جا كياكل، اللي جا كيشرب، وخا الازدحام كاين القلوب صافية. لكن الآن كنلقاو بأن وقعت متغيرات كثيرة، الراس الكبير اللي هو الأب اللي هو الجد الأكبر إلى قدر الله تعالى وتوفي، يعني كنلقاو بأنك تعود للعلاقة متوترة، هو اللي كان كينفق، هو اللي كيتقدى، هو اللي كيوجد الأطعمة، وهو اللي كلمته مسموعة. ملي كيغيب الأب كتبقى غير الأم، صعيب عليها أنها تجمع أولادها وبناتها والحفدة ديالها، ما عندهاش ميزانية، ما خدامهاش، كتقول لهم أنايا ما عندي راجل. وكتزداد القضية سوءا إذا توفيت هذه الأم اللي هي الجدة، إذا توفيت لا قدر الله تعالى، هنا كيلقى بأن ما بقاش الكبير ديال العائلة، وكيعود الشنآن، وكيعود الخصام، وكتعود النزاعات والخلافات. وهنا كنطرحوا يعني كيفاش ممكن إدارة العلاقات العائلية في فصل الصيف، العلاقات العائلية، لأنك توقع الخلافات بين أفراد الأسرة. وهناك لقوا بأن بعض الناس اللي هما نفوسهم ضيقة، كلقوا بعض الناس اللي عندهم نفس ضيقة لا يحب أن يجتمع مع الآخرين، كتلقى دائما يحاول أنه يخلق نوع من النزاع، وكينتقد السلوكات، وكينتقد الحركات والسكنات. وهنا بعد مدة قليلة كنسمعوا العائلة تتشي في العائلة كلهم كيوقع النزاع والخلاف، وكل واحد كيسد عليه الباب ديال الدار ديالو، وكنلقاو أننا ضيعنا واحد النعمة كان الناس ينعمون بها، وهي البيوت المفتوحة والعلاقات العائلية اللي فيها الزيارات، شي غادي عن شي، وكل شي واكل، وكل شي شارب، وكل شي قانع بالقليل، وكل شي راضي، وكيجتمعوا على الصلاة وعلى العبادة وتلاوة القرآن، وكتكون الليالي ديالهم جميلة، كيجتمعوا على برتتي، على برتتي كيجتمعوا عليه، وكيكونوا فرحانين سعداء، وكيكونوا الأسعد هما الأطفال الصغار اللي هما الحفادة أو الأبناء، لما كيلقوا بأن الرأس الكبير الجد والجدة والأم والأب والعم والعمة والخال والخالة كل شيء مجتمع، واحد النعمة عظيمة كتخلي الإنسان متفتح، قلبه كبير، وكتلقى أجمل متعة عنده هو التجمعات العائلية. اليوم الله يسترنا ويستركم جميعا، ولا كل واحد هالشوكة ديالو سد عليه الباب، وكثير الانتقادات، وعلى أبسط الأشياء كتوقع النزاعات والخلافات، وكيلقوا بأن الناس ما مستعدينش يتحملوا بعضهم بعضا. أكيد أيها الأحبة الكرام أن الزيارة العائلية في هذه المناسبات ديال العطال هي جميلة، وكتدخل فيما يسمى بصلة الرحم، كتدخل في صلة الرحم، الناس كيتزاوروا لأن ربنا عز وجل أمرنا بصلة الرحم. وطبعا هذه الصلة ديال الرحيم تحتاج إلى بعض الشروط، من بينها أن الإنسان إلا بغى يزور العائلة فعلا يصحح نيته أنه فعلا يزور العائلة باش يكون المحبة وتكون المودة ويكون تكون الزيارة لله سبحانه وتعالى. لكن كنلاحظوا بعض الناس ما عندوش هاد الخاصية، ماشي جاي لإرضاء الله تعالى وجه الله، ربما عنده مصلحة من المصالح، وهذه المصلحة أنه يكون مضطرا لزيارة العائلة، وكيكون أن ربما بيته هذا قريب من العائلة، فيضطر أنه يزوره، وربما لن يكلفه مبالغ أنه يقتني شقة مفروشة أو يقتني غرفة في فندق، فكتكون مصلحة.
يعني هذه المصلحة لا بأس بها، لكن نحقق ونجدد في أنفسنا ونصحح في أنفسنا أننا نريد بهذه الزيارة النية ديال صلة الرحيم وديال لقاء الأقارب وديال المحبة والمودة، ولا كانت المصلحة لا بأس بها. ثم كنلقاو المشكل الآخر أن بعض الناس ملي كيتزاوروا فيما بينهم ربما كيطول في الزيارة، كيطول في الزيارة. الزيارة هي مطلوبة في السنة النبوية الشريفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بأن الزيارة زيارة النبي ثلاث أيام، هذه هي الزيارة. لكن من أراد أن يزيد على ثلاث أيام فهو بالنسبة للمستقبل يعني كيعتبر صدقة، هي واجب عليك، واجب عليك أنك استقبل العائلة والأحبة والمقربين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. يعني يجي عندك يعني ضيافة النبي ثلاث أيام، واجب عليك تفتح له الباب وتستقبله وتعامل معه معاملة حسنة وتكرمه. لكن فوق ثلاث أيام هي صدقة من الصدقات إلى ربي عز وجل فتح لك باب الرزق، وكانت خاطرك واسعة وكانوا مالين الدار موافقين والعائلة طيبة، لا بأس. اللي بغى يبقى عندك أسبوع ولا عشرة أيام ولا شهر لا بأس. كاين بعض الأحبة يحطون الرحال عند أقاربهم، وهنا باش تبقى العلاقة طيبة خاص ذاك الإنسان يعرف واش هذا المضيف واش هو مسرور ومرتاح بزيارة أم لا. إلا شعر بأنه غير مسرور وغير مرغوب فيه وأنه كيشكل ثقل عليه، هنا عليه أن يغادر، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باش تكون العلاقة العائلية إيجابية وناجحة يعني كاين بعض الوصايا، من بينها أن الإنسان لا يكلف الآخر فوق طاقته. الناس اللي كانوا أيام زمان كان فيهم المحبة وكان فيهم المودة وكان فيهم انشراح الصدر، يعني يكون فينا هذه الصفة سواء المضيف أو الضيف، الضيف أو المضيف، يعني الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط. وكانوا الناس في أيام زمان كانوا عندهم واحد العادة طيبة، من بينها أنهم إذا زاروا العائلة ودازوا ثلاث أيام وبقى واحد المدة أسبوع لا أكثر من ذلك كان يساهم في النفقات حتى لا يكون ضيفا ثقيلا، أنه حتى هو كيساهم في النفقات، كيقول لهم اليوم الغداء عليا العشاء على برا نتغداو جميع، كيتقدى كيساهم في النفقة. فكانوا الناس يوم هذه الصفة الطيبة بلا ما يقول هذا اللي يقول الآخر. ثم النساء ديال البيت، يعني الرجل عليه النفقة في السوق يتقدى ويجيب تقضية، والمرأة داخل البيت يعني مولاة الدار كتقهر، كتلقى دائما الكوزينة والمطبخ والنظافة والتقهر. فهنا كيكون المساهمة في أشغال البيت، يعني أن ديك العائلة اللي كتزورنا هذيك المرأة اللي جت مع راجلها وليدتها حتى هي كتقفض وكتنوض شقة وكتعاود مولاة الدار في الكوزينة وفي المطبخ وفي النظافة ديال البيت وفي أشغال المنزل كلها باش مبقاش تتقل عليها. ثم كنحاولوا ما امكن نتفادى الشخص العنيد، لان كاين بعض الاشخاص كتلقى عنيد ربما على اتفه الاسباب، ما غسلش رجليه، ما وضعش الكاس في محله، ما التلفاز الصوت مرتفع، كيقلب على شي حاجه باش ينفعل. هنا خصنا نتعلموا ان نسيطر على الانفعالات ديالنا وعلى الغضب ديالنا، لان الانسان شحال من واحد كيغضب وكيدير انفعالات ومن بعد يصدر عنه واحد الشيء اللي كيندم عليه فيما بعد. الامور كلها دايزه، نعتبر بان هذه المرحله العطله الصيفيه سواء كنت انت هو الضيف او كنت انت هو المضيف، اعتبر نفسك راك بحال واحد القطار غادي غيوصل لواحد المحطه غينزل. الناس اللي معاك اللي كانوا ظرفاء وكانوا طيبين راك تستمتع بهم وعندك الاجر والثواب، وإلا كانوا ثقلاء وكانوا اشداء ما تحزن ما تنفعل، يعني المحطه الجايه راه كل شيء غادي يوقف، كل شيء غادي ينزل، الوقت يمر بسرعه. ديما فكر هكذا مع الاخرين كانك غادي في الطريق، طريق الحياه، وغادي في واحد المركبه ديال النقل، اما سياره ولا تاكسي ولا قطار. يعني إذا كانوا معك الناس اللي هما طيبين فيهم اللطافة وفيهم المودة فأنت رابح، وغتمنى أنه ما تجيس المحطة المقبلة كتبغي تكمل معهم هذا اللقاء. وإذا كانوا لا قدر الله بتوليت بأناس تقلاء أو فيهم شدة أو واحد فيه العراق أو فيه ترترة،
فلا تقلق، لا تنفعل، ولا يصدر عنك شيء من الكلام ربما قد تندم عليه، لأن المحطة المقبلة كلنا غنزلوا وغتسالي المدة العطلة الصيفية وغادي يبقى الآثار الجميل. بغينا أيها الأحباب الكرام أننا الحياة ديالنا نرجعوها للزمن الجميل. الناس اللي قبل منا هذه واحد 30 سنة راه كانوا عايشين في واحد المتعة، عايشين في واحد النعيم، كان الرزق قليل وكان السكن ضيق، ولكن كان الخاطر واسع وكانت القلب كبيرة، ومرة تجي لعندي ومرة نجي لعندك، نتبادل فيما بيننا، مرة جي عندي توليداتك ومرحبا وألف مرحبا، نزلت فوق راسي، ومرة أخرى إذا كتب الله وجيت لعندك كذلك كتعاملني بالمثل، وكنكونوا كنوفروا، لأنه خصوصا الظرفية الراهنة ديال غلاء الأسعار وديال الأزمة الاقتصادية، ماشي كل الناس قادرين على أنهم يمشوا للفنادق أو يكتروا شقق مفروشة بثمن باهظ، ماشي كل العائلات. نعم مزيان الرواج الاقتصادي، مزيان الناس اللي كيبغي يعيشوا ويتمعشوا في هذا الصيف، ولكن ماشي كل الناس عندهم القدرة. هنا بغينا نحييو من جديد أيها الأحباب الكرام، نحييو في نفوسنا الزيارات العائلية، ولكننا غنفكروا بمنطق رابح رابح، بمنطق الاستثمار. أجوا معنا في عجالة نستحضر ما قاله سيد الخلق ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ نسمعوا هذا الحديث النبوي الشريف ونعتبره يغنينا عن قواعد في علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة والفكر، يعني كلام النبوة يكفينا، قليل منه يكفينا. ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظوا أيها الأحباب الكرام، هذا الحديث المختصر راه فيه واحد دواء وعلاج للأمراض ديالنا اليوم. ثلاث أمور ممكن أن نحقق بها التعاون والمحبة والمودة بين الناس، أمور ثلاثة أشياء بسيطة جدا. أولا هي إكرام الضيف، يعني اللي جا عندك حاول تكرمه، وحاول أنك لا تبخل، واللي عندك مخزونة خرجها يأكل ويشرب ويفرح ويسعد. والحاجة الثانية صلة الرحم، أننا نحقق بهذا الإكرام صلة الرحم فيما بيننا. ربنا عز وجل أوصى بها وقال بأن الرحيم مشتق من الرحمن، ورغم أن عند ضريبة ديالها وعند بعض تكاليف، ولكن اصبر واحتسب. والأمر الثالث قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني كنقولوا الكلمة الطيبة ملي غنجتمعوا مع العائلة ونجتمعوا مع الأحباب. راكين إبليس، وراكين إبليس كيمشي عند اللي هو عنيد فينا، اللي هو نفسه ضيقة وكيخلق التوتر وكيبدأ في النقد وكتعود الفوضى والخلافات والانزعاجات وكتفرق الشمل. حافظوا على الكلمة الطيبة فليقل خيرا أو ليصمت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يكون فيها الصفات ثلاثة، أنه لا يقطع رحمه، وأنه يصلها، وأنه يكرم ضيفه، وأنه يحافظ على الكلمة الطيبة، إما يقول خير وإما يسكت. لا حاجة ما عجبتوش يسكت، راه مدة قليلة وكل شيء غيصوب بأمر الله تعالى. إذا فكرنا بمنطق الاستثمار وبمنطق الربح وبمنطق التجارة، ربنا يقول لنا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله تعالى يريد أن يتاجر معنا ويريد أن يعطينا الربح. علاش؟ لأن الناس كيبغيوا الربح، الناس كيبغيو الرزق، الناس كيبغيو التملك، الناس كيبغيو البقاء، عندهم الغريزه ديال حب البقاء. حنا عندنا غرائز داخليه، كل واحد فينا الا سولتيه تقول ليه واش بغيتي المال، بغيتي الرزق، يقول لك ايه بغيتو. بغيتي حب التملك تكون عندك ممتلكات، بغيتها. بغيتي حب البقاء تبقى عمرك طويل، يطول الله تعالى، ما يقبلش الله الروح ديال، ايه بغيتها. هاد الامور اللي بغاها الشخص ديالك، لا بغيتي ربي يطول لك العمر ويعطيك الرزق والتملك، ماذا عليك أن تفعل؟ يجيب مرشد ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: من أحب أن يبسط له وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي بغى ربي عز وجل يطول له العمر دياله
وزيده في الرزق، يعطيه البسطة في الرزق، المال الوفير، اش خصو يدير؟ يصل الرحيم. وقال أيضا من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. هذه توجيهات كثيرة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الغاية منها ينبني واحد المجتمع فيه التكافل، فيه التراحم، فيه الزيارات، فيه الإنفاق. راه اللي انفقتيها ربي غادي يخلف عليك، والابتسامة والكلمة الطيبة والترحاب، والإنسان يكون فيه الإكرام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآخر اللي غادي يجي حتى هو يكون توا فيه واحد اللباقة، أنه لا يتدخل فيما لا يعنيه، ما يبقاش الرجل اللي دخل للدار يعرف بأن الدار فيها نساء، فيها حريم، أنه ما يبقاش يدخل كل مرة للكوزينة، يدخل الحمام، يمشي بلباس مكشوف، يغض البصر ديالو، يا ربي هذه امور بسيطه هي اللي كتخلق النزاع. ثم بعد 3 ايام من الزياره والاكرام اللي غادي لنا الضيف، يعني خصنا نساهموا، حنا الا بقينا كنطولوا معاه نساهموا اننا نعطي، الا لك هو كريم وقال لك لا انت مرحبا بك على ربح الخويا، مرحبا بك، ربي غادي يفيض عليه الرزق، ولكن تكون فيك هذا الاكرام، وزيد تقدم من السوق وجيب كذا، والزوجه ديالك حتى هي تنوض مبكره وتنظف وتساهم في الطبخ، وتكون تخلقوا واحد الجو جميل، ونخلي وليداتنا وبنياتنا والحفاده ديالنا يجتمعوا، ونرجعوا الايام زمان. وفي المساء يعني كيكون السمر، كيكون السهر، كنجتمعوا بعضياتنا وكنحكيوا على ايام زمان، على براتتي كما كانوا الاجداد ديالنا كيذكروا التاريخ ديالهم، وكيذكروا السيره ديالهم، والوليدات والحفاده كيسمعوا طالقين وديناتهم. اليوم للاسف كل واحد من ولادنا عنده الهاتف النقال او عنده التابلت، وعنده كيبحر في مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات، وسد عليه بابه، كل واحد سد عليه بابه، لذا قلت البركه. راه المشكل اللي عندنا اليوم راه ماشي غلاء الاسعار، راه ماشي الازمه التداعيات ديال كورونا، راه ماشي الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا، راه ماشي المضاربات اللي كيقوموا بها التجار الكبار. المشكل هو ان البركه قلت عندنا، راه ماشي التضخم الاقتصادي، ورغم هادشي كله راه واقع وكيحللوا الاقتصاديون، راه المشكل عندنا قلت البركه. لماذا قلت البركه؟ لان قلوبنا ما بقاتش في هذيك التراحم، وما بقاش في الاكرام، وما بقاش الانسان كيمد يده للخير، وما بقاش الانسان كيسامح، ما بقاش الانسان كيحاول يبدل صفحه باخرى ويبدا صفحه جديده. ولينا كنتحاسبوا بزاف، ولينا ضيقين في المعاملات ديالنا، فلهذا البركه ارتفعت. احنا بغينا هاد البركه نردوها، بغينا ان شاء الله تعالى البركه نردوها، واخا تبقى الازمه الاقتصاديه العالميه ما غنشعروش بها، واخا يكون غلاء الاسعار ما غاديش ندوها فيه، واخا يكون مشكل تضخم لا يهمنا في شيء، غادي تكون ان شاء الله الكوزينه عامره بالاطعام، وغتكون القصعه ديال الكسكسو، وغتكون الصينيه ديال الاتاي، وغيكون المسمن والشفنج، وغتكون العائله فرحانين، ولما يرفع الاذان نقوم للصلاه اجمعين، وفي المساء كنقراو شويه القران الكريم، ونجتمعوا على دراسة السيرة النبوية الشريفة، ونجتمعوا على التاريخ ديالنا وعلى وليداتنا وحبابنا، ونبدأ حياة جميلة. الحياة أيها الأحبة الكرام جميلة وجميلة وجميلة جدا، وسهلة 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 جدا، ولا تحتاج منا إلى الكثير من المعاناة، لكن المشكل فين كاين؟ في النفوس. ربنا عز وجل كيقول لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النفس ديالنا نخلوها متسعة، فيها الرحمة، فيها المودة، فيها الإكرام، فيها حب الخير، وهكذا سوف نرى الخير يعم علينا أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يفيض الرزق علينا وعليكم، وأن يجمع الشمل ويؤلف بين القلوب، وأن ينزع حد الشيطان من النفوس. ولكي نستفيد أكثر أيها الأحباب الكرام، سوف نفسح خطوطنا الهاتفية لنسمع آراءكم واقتراحاتكم حول العلاقات الأسرية والزيارات العائلية. ما رأيكم؟ وما هي ارتساماتكم؟ وما هي ربما بعض النصائح اللي غتقوموا بها؟ أرقامنا هي في مفتوحة في وجه الجميع كالعادة، 05 22 88 00 60، أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50، أو 51 أو 52. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.